مشاهدينا الكرام، سعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم. وهذه فتره ثانيه من برنامج اليوم المؤشر، فتره نتابع فيها معكم ختام تداولات هذا اليوم، منتصف جلسات هذا الاسبوع، الجلسه الايجابيه التي وصلت فيها مستويات السيوله الى 30 مليون، وهناك ايضا ايجابيات على مستوى كثير من الشركات القياديه، تداول ايجابي ايضا يطال المؤشرات الصغيره، وكثير من الشركات التي كانت متراجعه حققت ارتفاعات في جلسه اليوم. جلسه ايجابيه نتجاذب اطراف الحديث فيها وايضا ناخذ تفاصيلها مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصه الكويت، وحياك الله عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، جلسه ايجابيه، جلسه خضراء، قوه شرائيه كبيره جدا لمعظم الشركات القياديه تحديدا، ومن ثم بعد هذا النشاط انتقل الى نشاط السوق الرئيسي ودخول قوي جدا على الكيبلات بعد تغيير استراتيجيه البيع الى متاحه للبيع مثلا، او مجموعه الخير راح تبيع الكيبلات. لذلك لاحظنا الدخول الايجابي والتداول فوق ال 8 مليون سهم، وكذلك لاحظنا النشاط على اكثر من شركه في السوق الرئيسي، لكن السوق الاول ما زال هو الافضل وهو الأجدر بالصعود في هذه الجلسة والجلسات الماضية بقيادة الوطني. نذهب مباشرة المشاهدين الكرام للمؤشرات الرئيسية، ومن ثم نعرج على السوق الأول لنلاحظ التداولات الإيجابية على الوطني. والوطني اليوم عمل كل شيء مشاهدين الكرام بتداولات إيجابية وبنشاط واضح، ويقترب من مستوى الدينار 19 نقطة و14 نقطة هي حصيلة المكاسب للسوق العام، 5768 نقطة وربع النقطة بكمية تداول 165 مليون و700، هذه الكمية تمت من خلال 6829 صفقة و28 صفقة بقيم 33 مليون و125. نصيب السوق الرئيسي من هذه السهولة 10 مليون، صعودة 6 نقاط و20 نقطة 4718. ونلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام السوق الأول 25 نقطة وثلاثة أرباع النقطة 6305، يطوف اليوم مستوى 6300 مشاهدينا الكرام بصورة واضحة بكمية تداول 47 مليون ونصف وبقيم 23 مليون و200. لذلك نلاحظ النشاط الإيجابي في هذه الجلسة، ودش راح ندش المزاد بثواني معدودة، ونشوف الوطني بطلبات قوية جدا، مليون دينار و74 116 معروض 976 400 ألف، لكن أكيد في الطلبات تحت. لذلك قاعد أشوف الوطني بوضعية إيجابية، الخليج كذلك بوضعية إيجابية، الدولي بعد سلسلة من التراجعات ولكن يعرض الدولي 223 في هذه الأثناء. ونلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام النشاط واضح على معظم الشركات، الصناعات الوطنية تعرض مليون 225 بعد آخر صفقة، يعني السيولة راح توصل تقريبا تطوف ال 34، السيولة راح تطوف ال 34 من خلال العروض والطلبات اللي قاعد أشوفها حاليا، السيولة راح تطوف ال 34 وشوي مشاهدين الكرام مع ختام هذه الجلسة اللي احنا دشينا المزاد فيها في هذه اللحظات. نشوف ايش راح يصير في نهاية هذه الجلسة، واللي قاعد نشوفه شيء ايجابي، بوربة كذلك يعرض 70، الاهلي المتحدة البحريني بوضعية جيدة، لك في عروض كثير من الشركات القيادية وبكميات كبيرة جدا مشاهدين الكرام، هذه راح تأثر على السيولة، لكن هل تؤثر على المؤشر؟ هذا راح يشوف المؤشر 25 نقطة وشوي، نشوف ايش راح يصير على المؤشر، راح يتغير ولا لا في هذه الأثناء، واحنا حاليا في المزاد واللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة، ونشوف الأولى اليوم بنشاط واضح بخمسة مليون ونص، كذلك أعيان بنشاط واضح مشاهدينا راح ترتفع، أعيان راح ترتفع أكثر 7,600,000، الخليجي كذلك 62 راح يرتفع أكثر، كذلك الخليجي 1,900,000، يعني وكذلك الإنماء اللي تسجل مستويات قياسية جديدة ب 8,700,000، وكذلك الكيبلات تطلب حاليا 510,27,000 8 مليون ونص، يعني في نشاط واضح، كذلك بترول غلف بتراجع ب 5 مليون، قاعد نشوف تراجع صعود جدا ايجابي وصعود قوي جدا لمعظم الشركات. ها هو الاقفال، الوطني، الوطني باربع فلوس فقط، بعض المكاسب شويه 4 فلوس صعودا للوطني، الخليج بفلس واحد، والاهلي بفلس واحد، المتحد فلسين، الدولي على استقرار، وبعد الدولي عندي برقان كذلك على استقرار، ونشوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام لبعض الشركات 34 مليون 890، يعني يقترب من ال 35 مليون نتيجه الضغوط البيعيه الواضحه، الخصوصيه بصعود واضح، الساحل كذلك ارزان، كميفك المتراجع لكن في تعديل للوضع، المال بلون اخضر، يونيكاب كذلك مدار على تراجع، اكتتاب في المنطقه الخضراء، صكوك المنطقه الخضراء، السوريه على تراجع، الامتياز في السيل، الوطنيه العقاريه بارتفاع، الانماء العقاريه بخمس فلوس تقريبا، المستثمرون بنصف فلس ارتفاع، سنام كذلك بارتفاع، أبيار كذلك بارتفاع جيد، مراكز على تراجع، صناعات وطنية فلسين بعدين كان 3 فلوس صعودا، كيبلات ب 26 فلس مشاهدينا الكرام، وأسيكو ب 5 فلوس ارتفاعا، بوبيان 5 فلوس ارتفاعا، المعدات على تراجع بعد صعود قوي جدا في الفترة الأخيرة، الجرين
على تراجع الصربوخ، كذلك اجيلتي فلسين، زين فلسين، تنظيف نصف فلس، عربي قابضه بفلس واحد، وكذلك صفقات كثيره لعربي قابضه، يريد بعشر فلوس، هيومن سوفت بتسع فلوس، بترو قلف المتراجع، عقارات الكويت بفلس وعشر الفلس، الاهلي المتحد هذا الشراء ما بعد المزاد، قاعد نشوف بعض الشركات المتكامله بخمس فلوس صعودا، ونشوف المنار كذلك بصعود، اعيان كذلك الشراء اللي بعد الخمس دقائق 35 مليون طفناها مشاهدينا الكرام، يعني نشاط واضح ودخول قوي جدا في نهايه هذه الجلسه، بنك وربه كذلك المتراجع بفلسين، وكذلك نشوف البيت المتراجع بعشري الفلس، الدولي كذلك باستقرار في شراء واضح 35 مليون و100، الصعود كذلك مشاهدينا الكرام ارتفع اكثر، ارتفع اكثر الصعود لبعض الشركات خاصه مع دخول الاهلي المتحد البحرين المنطقه الخضراء، وكذلك المتكامل ارتفعت في نهايه هذه الجلسه، وبعض الشركات اخرى رفعت المؤشر 22 نقطه و14 نقطه هي المكاسب للسوق العام 5771 وبكميه تداول 172 مليون و400، ولا زال الشراء قائما، ولا زال الشراء قائما مشاهدينا الكرام بصفقات 7167 وبقيم 35 مليون وربع، نصيب السوق الرئيسي 10 مليون و130 بصعود 8 نقاط ونص، وكذلك بعد ال 25 نقطه تصبح 29 نقطه للسوق الاول وبنشاط جدا ايجابي، ونبتعد عن مستوى 6300، يعني جلسه ايجابيه من افضل الجلسات اللي مرت على السوق الكويتي. المركز المالي كذلك بمستوى ال 95 مشاهدينا الكرام، 95 فلس صعود 3 فلوس ونص لكن بكميات اقل، كذلك نشوف بيتك اليوم بنشاط جدا ايجابي، المنار يعني اليوم السوق شمولي تقريبا، السوق شمولي تقريبا، الشركات اللي تراجعت اليوم يعني بعضها ارتفع الفتره الاخيره مثل القرين ارتفع الفتره الاخيره، بوربه ارتفع الفتره الاخيره وكان في صعود واضح مشاهدينا الكرام، كذلك ايفا ارتفاع واضح في الفتره الاخيره جني ارباح، كذلك نشوف معاكم مشاهدينا الكرام الامان على تراجع كمية في بعد صعود قوي جدا، يعني ما في تراجع لكن يمكن عشر الفلس تقريبا، لاحظ كذلك بعض الشركات الاخرى يعني عمليه جني ارباح لبعض الشركات، لكن في شركات ما ارتفعت وتراجعت راح ترتفع ان شاء الله في الايام القادمه، وهذا اللي قاعد نشوفه، اعيان في شراء عند مستوى 63 ونص لم تستطيع تجاوز ال 64 اعيان لفتره طويله لكن راح تخترقها مع الايام القادمه ان شاء الله، هيومن سوفت كذلك تعودنا على المنطقه الحمراء في الفتره الاخيره اليوم لا في المنطقه الخضراء، لذلك النشاط واضح مشاهدينا الكرام على معظم الشركات دون استثناء بقياده الوطني، وكانت المكاسب اكثر الوطني ولكن مع اقفال المزاد ترى تقلصت بعض المكاسب، لذلك لاحظنا 7 مليون و400 للوطني، وكذلك ارتفاع جيد لبيتك 689 يقترب من مستوى 700 فلس بيتك، وكذلك صعود لاكثر من شركه مشاهدينا الكرام، لذلك الوضع جدا ايجابي، نلاحظ فيه قوه شرائيه كبيره جدا في هذه الجلسه نتيجه الدخول الواضح لبعض المحافظ والصناديق الاستثماريه الاجنبيه ومحليه، لذلك لاحظنا هناك اكثر من نشاط، هناك دخول، هناك يعني دخول انتقائي لبعض الشركات، ولكن الوضع العام جدا ايجابي، اعتقد ان الاستمراريه واضحه في الصعود خلال الايام القادمه ان شاء الله، وذلك بناء على الدخول الايجابي على معظم الشركات القياديه وكذلك الشركات في السوق الرئيسي، نتمنى الافضل دائما لسوقنا مشاهدينا الكرام، ونتامل جلسه الغد تكون افضل من هذه الجلسه ان شاء الله، كل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد يعطيك العافيه، اذا مشاهدينا الكرام تابعنا معكم ختام هذه الجلسه منتصف جلسات هذا الاسبوع واللي اتت على هذا النحو الإيجابي بالارتفاع وأيضا بالدخول الشمولي على كثير من الشركات اللي كانت متراجعة أو حتى كانت يعني في منطقة خضراء في جلسات ماضية وأيضا استكملت الصعود كالشركات القيادية والوطني، أيضا دائما ما يقود هذه الشركات ويقود السوق الأول ويقود السوق بشكل عام، اليوم أيضا هناك يعني مراكز جديدة تحقيقها يعني كان من نصيب الشركات القيادية وقطاع البنوك تحديدا، سهم الكابلات أيضا في الرئيسي كان له أيضا دخول قوي وكان أيضا هناك تغييرات إيجابية ربما إن شاء الله سنتطرق لها بعد قليل مع ضيفنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت، أيضا هناك السيولة العالية اللي كانت يعني ملحوظة منذ بداية هذه الجلسة حتى وصلنا إلى مستوى ما فوق 30 مليون وكنا قد بعدنا عن هذه المستويات في جلسات ماضية ويعني كانت في تراجع السيولة بشكل عام، لكن اليوم تعود السيولة النشطة الإيجابية الشرائية على كثير من الشركات اللي كانت خاملة وحتى متراجعة. أهلي متحد في المنطقة الخضراء بعد أن كان يعني قد ابتعد عنها في جلسات ماضية، بيتك كذلك وأيضا غيره من الشركات، بنك وربة اللي حقق كثير من الارتفاعات المستمرة والإيجابية من جلسة إلى جلسة،
اليوم أيضا يتألق، وكذلك أيضا الدخول الجيد اللي تابعناه مشاهدين الكرام في كل نهاية جلسة يكون هناك دخول جيد أيضا، ويعني على كثير من الشركات. خلونا نذهب إلى تفاصيل جلسة اليوم وإلى هذه الجلسة الإيجابية وأيضا إلى هذه السيولة وتفاصيلها مع ضيفنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت، المدير التنفيذي للشركة الاستشارية العالمية الأستاذ علي العنزي. حياك الله أستاذ علي. رحب فيك أخوي رائد وبالسادة المشاهدين الكرام، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا أستاذ علي. إذن هو دخول شمولي نوعا ما، في انتقاء أيضا على بعض الشركات، لكن أيضا كان يعني الإيجابية كانت تسود انطلاقا من هذه السيولة جميع مكونات المؤشر الأول وكذلك بعض مكونات المؤشر الرئيسي. تعليقك. حقيقة اليوم الجلسة كانت إيجابية وبشكل شمولي كما تفضلت. نعم، الأسهم في السوق الرئيسي معظمها على ارتفاع، الأسهم في السوق الأول معظم فترات الجلسة كان عدد الأسهم متراجعة لا يتجاوز سهمان فقط وبسيولة محدودة جدا. ممكن سهم الجرين اليوم تأثر ضغوط وبسيولة واضحة، بينما سهم مشاريع كانت على سيولة محدودة، دخول واضح على أسهم قطاع البنوك الوطني، بيتك أيضا، واربا كما تفضلت الأسهم، أيضا هناك كيبلات أعيان، مجموعة الإنماء، مجموعة كبيرة من الأسهم في السوق الرئيسي. إذن حقيقة عملية شراء واضحة على الجميع. اليوم الجلسة الثالثة على التوالي ارتفاع في المؤشرات، كذلك ارتفاع تدريجي في السيولة بعكس الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي بدأنا على سيولة ب 40 مليون بعد خبر رفع وزن الأسهم الكويتية في مؤشر MSCI، ثم تراجعنا بشكل تدريجي إلى أن وصلنا نهاية الأسبوع إلى أقل مستوى السيولة تقريبا 15 مليون. في هذا الأسبوع حدث العكس، رغم أن هناك تغيرات سياسية أو حراك سياسي ولكن لم يؤثر في البورصة. كانت البورصة حقيقة تخضع استمرت لأخبار خاصة ببعض الأسهم. اليوم كانت أكبر شمولية وأكثر تفاعلا بإيجابية أكثر لمعظم السيولة، معظمها أو حتى ممكن 80% من السيولة ذهبت إلى عمليات شراء كما شهدنا في نهاية المؤشرات. اللون الأخضر 35 مليون دينار كويتي. ممتاز. ماذا عن أهلي متحد وبيتك أيضا والنشاط الملحوظ في جلسة اليوم؟ حقيقة أعتقد أن الآن خلال هذه الفترة وبعد ارتباط كبير خلال فترات ماضية بين تداولات البنكين وبخصوص بما أن هناك موضوع استحواذ بيتك على أهل المتحدة، الآن تراجعت مثل هذا الارتباط، وإن تحرك اليوم أهل المتحدة ولكن ليس بالضرورة أن يكون تحرك الأهل المتحد بسبب حراك على بيتك أو عمليات شراء على بيتك. بيتك من المعروف أنه سهم سوف يدخل أيضا في مؤشرات الأسواق الناشئة MSCI، وأيضا ذو وزن كبير، هناك أيضا تملك للأجانب على هذا السهم وفي ازدياد، ولكن أهل المتحد أقل اهتمام من قبل المستثمرين الأجانب على هذا السهم، من الممكن يكون ارتداد فني. أيضا سهم أهل المتحد لا زال لم يظهر ضمن الأسهم الخمس سواء الأفضل قيمة أو الأفضل تداولا. إذن عملية ارتفاع فنية جاءت مرافقة لأداء السوق الإيجابي اليوم بشكل عام، بما أن معظم الأسهم اليوم خصوصا في السوق الأول يعني من الممكن سهمين أو ثلاث أسهم في نهاية الجلسة كانوا على تراجع. إذن أعتقد أن في سياق هذا عمليات الشراء الكبيرة على الأسهم، إذن ترتفع معظم الأسهم وحتى بعمليات أو بسيولة بعمليات أو نشاط محدود. ممتاز. ماذا عن سهم كيبلات والتغيير الإيجابي بكون أيضا من مكونات المؤشر الرئيسي؟ حقيقة اليوم سهم كيبلات حقق نتيجة التداولات الماضية، كانت هناك تداولات ماضية بسيولة عالية بنشاط مكثف خلال الفترات الماضية. من الواضح أن السهم متوجه إلى سعر 500 فلس أو نص دينار. اليوم بعد إيضاح أيضا شركة الخير وتحول في الهدف من الاستثمار من استثمار طويل المدى كما جاء في الإفصاح إلى استثمار بنية التخارج، إذن هناك من يتلقف مثل هذا السهم بأيضا توزيعات جيدة، أيضا بأداء مستقر إلى حد ما خلال الفترات الماضية من الأسهم الثقيلة في السوق الأول
كذلك عملية التداول والتدوير التي حصلت على من 4 إلى 5 أسهم في السوق الرئيسي، من الممكن أن تحل خروج بعض الأسهم من السوق الأول، وكذلك من الممكن أن تكون أن تتهيأ للدخول في مؤشرات الأسواق الناشئة حتى وإن كان بأوزان محدودة. لذلك هذه التداولات الكبيرة وهذا الدعم أيضا لسيولة السوق الأول، 4 مليون تقريبا 40% من سيولة السوق، إذا دعم كبير للسيولة اليوم سواء السوق الأول السوق الرئيسي أو حتى إجمالي الجلسة. ممتاز. الربع الأخير من هذا العام شفنا أعيان يعني على مستويات وعلى رتم واحد أيضا في التداول، لكن أيضا في مسار إيجابي نوعا ما. كيف يعني وجدت أعيان في جلسة اليوم أيضا يعني تعديها مرحلة المستويات السعرية اللي ظلت فيها فترة طويلة؟ حقيقة اختراق أعيان واستقرارها على مستوى 61 فلس، الجميع كان ينتظر هذا الاختراق، لأن سهم أعيان خلال هذا العام أكثر من جلسة وأكثر من فترة يصل إلى المستوى ثم يتراجع. عملية الاختراق والاستقرار فوق المستوى 61 فلس قد يأخذ هذا السهم إلى أسعار جديدة. لا شك أن أعيان بيانات مالية إلى حد ما هناك اضطراب خلال الأعوام الماضية، إدارة الشركة تحاول دائما أن تدفع بهذه الشركة. أيضا هناك قضية مهمة لأعيان قد يحكم فيها في بدايات هذا الشهر، قد تغير أيضا من كيان هذه الشركة، قد تغير أيضا من أداء هذه الشركة خلال الفترات الماضية، تضيف لهذه الشركة الكثير. الكل يترقب هذا الحكم، ولكن حتى بلوغ هذا الهدف نجد أن سهم أعيان في ترند صاعد في نمو، دائما متواجد ضمن الأسهم الخمسة الأفضل سواء بالقيمة أو حتى بالنشاط. ممتاز. هناك أسهم أيضا لم تستفد من هذا الارتفاع في جلسة اليوم وهذه الجلسة الإيجابية، الأمان كمثال، كيف تقرأ وتعلق على سهم الأمان؟ الأمان الآن مرتبط بأخبار عملية دمج الأمان أو استحواذ البيت على الأمان. هذه العملية كان الإعلان عنها تقريبا قبل عام أو حتى أكثر من عام، نجد في بعض الفترات قد تكون أيضا قليلة جدا تداول هذا السهم أو السهمين بوقت واحد، ولكن خلال هذه الفترة الأمان تداول أو استقر فوق مستويات 50 فلس، 54 فلس أو حتى وصل أكثر من ذلك. يرتبط أداء الأمان أيضا بأخبار الاستحواذ، لا شك قد يكون أيضا بيانات مالية قد تدفع بهذا السهم إلى مستويات أعلى. توقعاتك للربع الأخير من هذا العام، توقعاتك للمرحلة القادمة، هل ستكون على هذا النحو جلسة أو بداية أسبوع تكون مرتفعة أو متراجعة ثم ذلك ينقلب الحال في خلال جلسات الأسبوع؟ أعتقد أن مقبلين على الفترة القليلة القادمة من نهاية العام، بما أن الآن نحتاج تقريبا 30 جلسة للنهاية، هذه الجلسات سوف تكون نشطة، لدينا استحقاقات، تقديرات توزيعات الأرباح، أيضا عملية الترقية في مؤشر MSCI بما أن استجابت البورصة ونفذت متطلبات الترقية، أعتقد أنها سوف تدعم أيضا بالنشاط وبالأداء، بما أن 3/4 نتائج إيجابية وكانت أفضل حتى من النتائج السابقة، إذا نتوقع أيضا توزيعات أفضل بذات النسب. هناك نمو لدينا تقريبا في الشركات القيادية ما يقارب 12%، إذا على الأقل نتوقع أن تكون أيضا توزيعات أيضا بهذه النسبة. الأسعار تقريبا فعلا ارتفعت، ولكن عملية الدخول في مؤشرات جديدة دائما يزيد الطلب على هذه الأسهم، إذا ترتفع الأسعار. شكرا لك ويعطيك العافية المدير التنفيذي للشركة الاستشارية العالمية الأستاذ علي العنزي على كل هذه الإيضاحات حول منتصف جلسة هذا الأسبوع. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله على خير في يوم الغد وتداولات يوم جديد. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.